أصدقائي، معاكم سامو. طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان، ففيديو اليوم يا أصدقائي وأخيرا وصلتني آخر تسريبات أو آخر إيميل عن تحديث زيرو جرافيتي. يعني يا أصدقائي اليوم راح أشارككم يعني الإضافات الجديدة اللي راح أضيفها بيكاكس دي لتحديث زيرو جرافيتي، وبعدها بكرة راح ينزل التحديث. اليوم يا أصدقائي راح أشارككم البدلات والألعاب الجديدة وراح أوريكم صورها، فراح يكون الفيديو نار يا أصدقائي، حماس. فضروري يا أصدقائي تشاهدون الفيديو للآخر لأنه قاعدة تنتظركم أشياء نار حماس. وأكيد يا أصدقائي قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس، وضروري أيضا تنشروا هذا الفيديو مع أصدقائكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يا أصدقائي على المود يتحمسوا يتعرفوا على هاي الأخبار. يلا خلونا نبلش بالفيديو، ليتس جو. رح أبلش لكم يا أصدقائي أول شيء بواجهة لعبة أو الخلفية. فأوكي يا أصدقائي، فهذه هي خلفية اللعبة أو الواجهة أول ما ندخل للعبة في تحديث زيرو جرافيتي، فكلش حلوة يا أصدقائي، يعني الصورة واو. وهذا الموجود يا أصدقائي بالوسط واللي لونه يعني ذهبي، فهذا يا أصدقائي راح يكون الكأس. يعني واو، شوفوا يا أصدقائي حتى شكلها متغير، شوفوا يعني على شكل منطاد ويعني كأس، يعني مندمج كأس ومنطاد، عرفتوا كيف؟ وأيضا يا أصدقائي لو نلاحظ، شوفوا أيضا الفريق الأزرق، هذا الشخص لابس البدلة تبع الفريق الأزرق. فاكتبوا لي يا أصدقائي تحت رأيكم في الخلفية. طبعا يا أصدقائي أكيد تريدون تشوفون صورة لهاي البدلات بشكل مقرب، فأوكي يا أصدقائي خلوني أراويكم ياها. طبعا يا أصدقائي هذه بدلة الفريق الأحمر وبدلة الفريق الأزرق، وأكيد يا أصدقائي هذا تحديث يعني تحديث كلش كبير، فضروري بيكاكس لازم تضيف ألعاب وشغلات يعني تكون حماسية وممتعة أكثر. فلهيك يا أصدقائي بيكاكس دي جابت لكم أو قررت تسوي لعبة كلش نار، لعبة صغيرة. فطبعا هذه اللعبة يا أصدقائي هي لعبة جديدة، وطبعا يا أصدقائي رح أحكي لكم هسه فكرة هاي اللعبة. لازم يا أصدقائي تصعدوا إلى القمة من خلال القفز على الرموز التعبيرية، يعني الإيموجيز الموجودة ببيكاكس دي الصحيحة في غضون الوقت، يعني راح يكون أكيد وقت محدد. يقولون يا أصدقائي كل ما تقدمنا أكثر كل ما زادت نقاط الفريق تبعنا أكثر. ورح تسألوني إذا وصلنا للقمة شو راح يحصل وشو راح ناخذ. يقولون يا أصدقائي بيكاكس هنا إذا وصلنا للقمة راح تكون في مفاجأة كلش كبيرة. فهسه تريدون يا أصدقائي تشوفون شكل اللعبة الجديدة هاي اللي قاعد هسه أسولف لكم عليها. فأوكي يا أصدقائي شوفوا هذا هو شكلها، يعني شوفوا المنحدر، وشوفوا يا أصدقائي أيضا البرج، شوفوا شكلها متغير، ألوان زرقاء، ألوان زيرو جرافيتي وألوان حمراء. فهسه يا أصدقائي شفنا يعني الشكل أو القمة تبع اللعبة، خلوني هسه أرويكم اللعبة. طبعا يا أصدقائي هذه هي اللعبة، موجود مجموعة من الستيكرز أو الإيموجيات أو الرموز التعبيرية الموجودة ببيكاكس دي. أصدقائي أسولف لكم شوية على ميزة جديدة في زيرو جرافيتي. طبعا يا أصدقائي فكرة هاي الميزة تقول يا أصدقائي من خلال هاي الميزة يمكن إلنا نشاهد المباريات وتشجيع الفريق، يعني نشاهد حتى ناس تلعب للقيمة، يعني نشجعها حتى إذا كنا إحنا نلعب أو كمشجعين فقط. فهذه الصورة يا أصدقائي يعني رح نشوف من خلال هاي، فمثل ما أنتم ملاحظين هاي أصلا موجودة حتى بالحياة الواقعية. واللي ما كانوا في زيرو جرافيتي السابق يا أصدقائي طبعا رح يكون لكم خبر مميز. طبعا انتوا اللي ما كنتوا في هذيك السنة يعني فاتتكم لعبة نار، لعبة التزلج. طبعا هاي اللعبة كانت كلش نار، وكان فيها يعني جمع من خلالها نقاط على مود نزيد فرصة ربح فريقنا. فقررت بيكاكس دي يعني تعودكم عن هذيك السنة، وقررت يا أصدقائي ترجعها أيضا في هذا التحديث لسنة 2022. فواو يا أصدقائي أنا كلش متحمس على المود يعني بيكاكس دي ترجع هذيك اللعبة النار.
طبعا يا أصدقائي، طريقة كسب النقاط لزيادة فرصة ربح الفريق تبعنا. لمساعدة الفريق تبعنا يا أصدقائي، سواء كان فريق أحمر أو أزرق، لازم يا أصدقائي نجمع النقاط من خلال الألعاب المصغرة، يعني هذني الألعاب كلها الموجودة بـ PKXD، يعني زي لعبة التزلج أو لعبة الإيموجيز الجديدة، والوصول حتى القمة على المود نزيد فرصة كبيرة. وسيتم تشغيل مضاعف النقاط لإعطاء المزيد من العملات والنقاط وفقا ليوم الأسبوع. فواو، أكثر فقرة حلوة يا أصدقائي ملابس جديدة. طبعا كلكم قاعدين هسه تنتظرون الملابس هاي. طبعا يا أصدقائي أكيد يعني هذا تحديث كبير، فضروري بيكاكس يضيف ملابس فريدة من نوعها. طبعا يا أصدقائي أول شي راح أرويكم لبسة والأثاث تبع الفريق الأزرق اللي راح يحصلوا الفريق الأزرق. فهذه هي الصورة يا أصدقائي. طبعا شوفوا اللبسة أو هاي اللبسة الموجودة للفريق الأزرق خصيصا لهم، فواو يا أصدقائي كلش حلوة كلش حلوة. شوفوا الألوان تبعها أزرق، وأيضا شوفوا هاي الكفوف يعني على شكل إيدين يعني أوكي، وشوفوا هذا شكل وجه جديد، وشوفوا يعني هاي السماعات الحلوة، وشوفوا هالحذاء الحلو. وطبعا هذه الأشياء الموجودة خلف هاي الشخصية، هذا أثاث جديد راح تضيفه PKXD. وهسه يا أصدقائي متحمسين على المود تشوفون الملابس تبع الفريق الأحمر، فليتس جو. فهذه هي الملابس تبع الفريق الأحمر يا أصدقائي. طبعا شوفوا هاي هي الشخصية اللي دزلنا إياها بالتسريبات، فكلش تشبه ذاك الطائر والله. أوكي شوفوا يا أصدقائي الملابس حلوة صراحة، عجبتني. شوفوا هاي الكفوف أيضا، شوفوا يا أصدقائي الحقيبة، شوفوا البنطلون، وشوفوا يعني كيف متناسق مع البلوزة. وهاي الأشياء الموجودة خلف هاي أثاث يعني زي تبع الأزرق، بس يختلفوا في الألوان فقط. فأكيد يا أصدقائي PKXD راح تضيف يعني إيفن باس، لكن ما دزونا إياها يعني الصور عنها. طبعا يا أصدقائي يمكن البدلات يكونوا في الإيفن باس. وبس يا أصدقائي هذه كانت هي تسريبات فيديو لليوم، وهذا كان يعني الإضافات اللي راح تكون بزيرو جرافيتي. أتمنى يا أصدقائي تحطوا لايك وتشاركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا هذا الفيديو مع أصدقائكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي. وبس، مع السلامة، باي باي، السلام.